تطورات في مدينة حلب ومنطقة السفيرة. معنا أبو مجاهد مراسل شبكة شام من حلب. يعني أبو مجاهد، في البداية نريد أن تجسد لنا الحال في منطقة السفيرة في بريف حلب. نعم، معارك عنيفة تشهدها منطقة السفيرة ومناطق أخرى من مدينة حلب، نعم حيث أن قوات النظام تحاول توسيع يعني السيطرة على كامل المناطق الشرقية والقريبة من منطقة السفيرة، وذلك بتكثيف الطيران الحربي والمروحي على تلك المنطقة. الجيش الحر يبدي صمودا في تلك المنطقة، وحيث أن مساء الأمس أعلنت الثوار المتواجدين هناك عن أسر 10 عناصر إيرانيين في تلك المنطقة بعد كمين أوقعه قوات الجيش الحر طيب، وعناصر الدولة في نعم العراق والشام، على الأسر 10 عناصر في تل عبور معظمهم من الإيرانيين. كما أن طيب الجيش لا يعني الحر لا أبو يعني مجاهد، أعلن عن تشكيل غرفة أبو عمليات مجاهد، في أبو مجاهد نعم لو نعم سمحت، يعني هل فعلا الحالة تتطلب أن يعلن مجلس محافظة حلب بأن منطقة السفيرة منطقة منكوبة؟ يعني هل الاحتلال على كامل منطقة السفيرة، مدينة السفيرة، وما هو حال المواطنين في السفيرة؟ فلنبقى في السفيرة الآن يعني. قوات النظام عندما سيطرت على كامل مدينة السفيرة، بقيت هنالك المناطق الشمالية والمناطق المحيطة في تلك المدينة. قوات النظام تعتمد سياسة الأرض المحروقة، تقوم بقصف عنيف على تلك المناطق، وخاصة في الطيران الحربي والمروحي. لا تكاد تخلو ساعة إلا وتأتي الطيران الحربي أو المروحي لإلقاء البراميل المتفجرة على تلك المناطق. معظم تلك المدن والبلدات قد سويت بالأرض نتيجة القصف. أدى هذا القصف العنيف والمتواصل على تلك المناطق إلى تهجير الأهالي في المنطقة، حيث لدينا اليوم نتحدث عن أكثر من 150 ألف نازح، يعني نازح من نعم مناطق السفيرة والمناطق التي حولها. لذلك أعلن مجلس محافظة حلب على أن منطقة السفيرة وما حولها هي مناطق منكوبة ومحتاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. أغلب المناطق نزحت مدينة السفيرة والمناطق الشمالية فيها إلى المناطق المحررة التي يسيطر عليها الجيش الحر. أيضا كما ذكرت، الجيش الحر قد أعلن عن تشكيل غرفة عمليات في منطقة السلامية خناصر، وذلك ضمن معارك غضب البادية. الغرف تهدف إلى جمع الفصائل العاملة في تلك المنطقة والعمل بشكل جماعي وقطع الطريق السلامية أسريا خناصر وشل حركة قوات النظام في ريف حما الشرقي. كما دارت أيضا اشتباكات مساء الأمس وحتى ساعات الصباح الأولى في الأطراف الغربية الشمالية لمدينة حلب، حيث البحوث العلمية وحي الراشدين ومنطقة معمل الكردون، حيث شن الجيش نعم الحر معارك عنيفة على قوات النظام في محاولة منه للسيطرة بشكل كامل على حي الراشدين الشمالي، وقد أحرز الجيش الحر تقدما في تلك المنطقة. نعم شكرا لك أبو مجاهد، كنت معنا مراسل شبكة شام من مدينة حلب.